يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمة الإمام ابن الجوزي رحمه الله إن سبب ضلال العالم هو قياس الغائبات بالمشاهدات؟ ما معنى هذا الكلام؟ واضح. نعم، اللي يقيس أمور الدنيا على أمور الآخرة، يقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا، هذا قياس عقلي ولا يجوز. فأمور الآخرة لها حال، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإن كانت بعض الأسماء موجودة في الدنيا وموجودة في الآخرة، مثل الرمان والنخيل والأعناب، فيختلف ما في الجنة من الأعناب وما فيها من النخيل وما فيها من الرمان، يختلف عما في الدنيا، ولا يمكن أن يشترك معه إلا في الاسم. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، وأما الحقائق فهي تختلف. خذ مثلا الخمر في الدنيا خبيثة، أليست كذلك؟ أم الخبائث، لكن شراب أهل الجنة من العسل المصفى، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. تختلف يعني عن خمر الدنيا، فما في الآخرة يختلف عما في الدنيا ولا يقاس. نعم.